لحظة تتويج رشيد غزال بالدوري التركي والاحتفال بالعلم الجزائري. ابن الجزائر اليوم يهدي الدوري التركي لفريقه باسكتاش ويحتفل بالفوز بالدوري التركي. أداء مميز من رشيد غزال هذا الموسم مع باسكتاش في الدوري التركي، أكثر من صنع أهداف بالدوري، أكثر من شارك في أهداف بالدوري 25 هدف أو أسيست. الغزال الجزائري هو مفتاح باسكتاش في التتويج بلقب الدوري. بهدف الجزائري رشيد غزال، باسكتاش يفوز بهدفين مقابل هدف ويتوج بالدوري التركي بفارق هدف واحد فقط عن غلاطسراي بعد تساويهما بالنقاط. ألف مبروك لرشيد غزال، فرحة لكل العرب وفرحة لكل الجزائريين اليوم بابنهم المتألق رشيد غزال. نتمنى له التوفيق الدائم، الله يحافظ عليك وعلى كل إخواتنا العرب المحترفين.